On top, main baller. Goal, goal. Goal di paret. Bye bye. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم الناس كل. أرجو تكونوا بخير، أرجو تكونوا بصحة جيدة. اليوم يا أخوة بش أعمل لكم تجربة مختلفة. تجربة اليوم هي ركوب البتشة. من لا يعرف، من يعرف منكم البتشة؟ البتشة يا أخوة عبارة على دراجة فيها عربة صغيرة، تشوفوها بعدين إن شاء الله في الفيديو. وهذه تعتبر وسيلة نقل شعبية. طبعا أنا جيت الطريق الكبير، الطريق الرئيسي، حتى نشوف نحصل البتشة ولا لا. باش نعمل جولة ونخليكم تعيشوا التجربة هذه معايا. هي طبعا ما عندهاش مكان معين، تقدر تحصلوها في أي مكان، ولكن في بعض المناطق تكون متوفرة، مثلا محطة باص، محطة قطار، تكون متوفرة هذه البتشة. فخلينا نشوفوا التجربة متاع اليوم، إن شاء الله تعجبكم. وليتس جو. زلنا ننتظروا يا أخوة في البتشة. عادة تمر هي من هذا الطريق. في واحدة جاية. طبعا السعر لازم تفاوضوا معايا يا اخوة، على حسب المسافة يقولكم السعر. فيقولكم 30 يقولوا له 20، يقولكم 10 يقولوا له 5. فخنشوفوا هذا، في واحدة جاية هذا هو. ما شاء الله. الو الو با با مو برجيك لوتي مارت بيسا لوتي مارت يا عندي سيني ماكرو يا لا. طبعا يا اخوة طلعنا في البتشة ضيقة هي، طبعا انا وزوجتي. خليكم تعيشوا معنا التجربة ان شاء الله. هي البتشة مغطية طبعا. الجو ممطر اليوم ما شاء الله. هذه وسيلة النقل المعروفة في اندونيسيا، منتشرة في كل المدن، يعني موجودة في كل مناطق اندونيسيا تجدونها يعني. وهذا الرجل يسوقنا.
كثر البتشة هذه، فمكان يكون سوق مثلا، هذا سوق، في حتى هذه النوعية هذه عبارة عن دراجة عادية يعني. هذه دراجة عادية. تجربة حلوة يا أخو على كل حال، ولكن في يكون حر تكون يعني متعبة هذه البتشة هذه، في مشقة يعني في حر كذا، ولكن اليوم الطقس يعني مغيم وفي أمطار، الطقس جميل اليوم، فحبيت يعني أصور لكم يعني هذه التجربة أحد أخو على فكرة، والناس اللي زاروا إندونيسيا يعني ممكن يعرفوها هذه. هذه هي البتشة من برا يا أخوة، سوى بنا جولة، سوى بنا جولة وقال لي 25,000 روبية، قلت له يلا مش مشكلة. حتى إن شاء الله تعجبكم هذه التجربة إن شاء الله، مش أعطونا لايك والاشتراك في القناة، والأخوة المازالوا ما يعني ما يتابعوش فيها على الانستغرام، تابعوني على الانستغرام، نكتب لكم صفحتي على الانستغرام. نزل السوريات طبعا يا اخوة، انتهت جولتنا بالبتشة، ان شاء الله عجبكم هذا الفيديو المتواضع، ما تنسوش تعطونا دعمونا بلايك والاشتراك في القناة. انا قلت لحطني يعني مش قدام البيت، قلت لحطني بعيد شوي حتى نتمشى شوي، المشي كويس يعني المشي جيد، والحمد لله يعني كان حبيت نصور لكم يعني هذه التجربة، تاخذوا فكرة عن المواصلات في اندونيسيا، يعني في عدة مواصلات أخرى يعني مش البتشة فقط يعني، في الجراب، في الجوجاك، في مواصلات هذه عن طريق التطبيقات، مواصلات أونلاين، ولكن البتشة هذه يعني وسيلة نقل شعبية منذ قديم يعني، وده بربا لام يعني بتشة تودي اندونيسيا، براتيس ذا لونج تايم يعني من الستينات، تقول زوجتي من الستينات الى حد الان ما زالوا يستعملوها بكامل اندونيسيا تقريبا، الحمد لله. طيب يا اخوة، وفي هذه على فكرة هذه بتشة، هذه لنقل البضاعة، ما شاء الله، اللي كنا راكبين فيها لنقل الاشخاص يا دبارا. طيب يا اخوة، نتقابلوا في فيديو جديد، السلام عليكم ورحمة الله.